أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المشهد، نناقش فيها ظروف استئناف الدراسة الجامعية في موريتانيا والتحديات التي تواجه الطلاب في الخارج، خصوصا في ظل الحديث عن عرقلة هذه التحديات لمستقبلهم الدراسي. معي لمناقشة هذا الموضوع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطالبة موريتانيا طالب موسى عمر. أهلا بداية، كنقابة تدافع عن حقوق الطلاب، كيف تفسرون واقع وتنظرون إلى واقع استئناف الدراسة في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ بدء أشكر قناة المربطون على هذه السانحة، وأشكركم أخ حسن. نحن في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أصدرنا بيانا متعلقا باستئناف الدراسة بعد أن نظرنا وشخصنا الواقع بعد أسبوع من انطلاق العملية الدراسية. أعتقد أن هناك وضعية وطنية تسترزي من الجميع يتكاتف من أجل أن نتجاوز هذه المرحلة التي يمر بها العالم أجمع ولسنا سوى جزء منه. في نفس الوقت أيضا تابعنا في الاتحاد الوطني طلبة موريتانيا كما وضحنا في البيان الذي نشر مؤخرا، أن تابعنا الكثير من المجازفات التي حدثت مع استئناف الدراسة، وكذلك الإخفاقات التي وجدت، وكذلك عدم التنظيم الذي وجد. بشكل عام التحضيرات على الصعيد التحضير العام بشكل عام وتهيئة الأجواء، كانت هناك مشاكل على المستوى الخدمي وكذلك على المستوى التحضيري، حيث لم توجد هناك خطة محكمة على المستوى التربوي ولا على المستوى الخدمي تستطيع أن تستوعب هذا الضغط المفاجئ للعملية الدراسية كما وكيفا، لا من حيث توفير الخدمات العامة بمعنى أن تكون هناك نقل متوفر لا يكون فيه ازدحام يعرض الطلاب للخطر، بحيث يكون هناك مطعم يلبي الحاجيات، لا يكون هناك تضحية للطلاب، بحيث يكون هناك عملية تعقيم مستمرة للمؤسسات التعليمية ولكذلك وسائل النقل. استغربنا كثيرا من عدم وجود خطة محكمة على المستوى التربوي، ولكن فيما يتعلق بهذه الخطة التي تتحدث عنها وعدم وجودها، هي الوزارة أعلنت عن وجود خطة لمتابعة هذه الظرفية بشكل عام، وهناك حديث عن إجراءات. لأي حد يمكن نتحدث عن إجراءات مصاحبة خصوصا في ظل الظرفية الحرجة التي يمر بها العالم وتمر بها موريتانيا؟ نحن كنقابة طلابية أرغمنا على أن نكون على أن لا نكون شركاء في عملية اتخاذ القرار، وهذا ما كنت سأقوله. ليس لدينا إلا أن نراقب الساحة ونشاهد ما قلناه وقدمناه في البيان، وما أقدمه الآن هو معطيات واقعية، ليس لدينا علم بما خط على الورق، وليس لدينا سوى ما وجد على الساحة، وهذا ما شخصناه بشكل واضح، وهو أنه تم تغييب الناس التي أو المؤسسات الشريكة سواء كانوا طلابا أو كانوا أساتذة، من عملية اتخاذ القرار ومن عملية كذلك تفعيل الخطة إذا وجد خطة أصلا بين قوسين. هذا المشكل من بذاته جعلنا أمام مشكل حقيقي، خصوصا أننا في الخطة التي تكلمتم عنها يوجد هناك ما يسمى بتسريع لعملية الدراسة، بحيث أنه بعد أقل من 15 يوم ستكون هناك امتحانات رسمية في أغلبية مؤسسات التعليم العالي، مع أن بعضها أنجز بعض الامتحانات مؤخرا. في هذه الظرفية القياسية التي سنقوم فيها بشحن عملية الامتحانات الأولية، ثم بعد ذلك التصحيح، ثم بعد ذلك الدورة التكميلية، مع أننا في نفس الوقت لدينا نفس الأساتذة التي كانت تعطى لهم مهلة شهرين من أجل التصحيح ومهلة شهرين من أجل العمل السكرتاري الذي بعد ذلك. هذه الظرفية وهذا العمل الذي سينجز فيها بنفس الطواقم التي كانت لدينا وبنفس الإجراءات التي كانت لدينا مسبقا، نحن نستغرب من وجوده في ظل كارثة كهذه أو وضعية استثنائية كهذه. كان يجب أن يكون هناك وضع استثنائي عملي خدمي، كما أن هناك وضع استثنائيا في على المستوى العام الوطني وعلى المستوى التعليمي الوطني. كذلك الوضعية الحالية على مستوى مؤسسات التعليم العالي بعد التشخيص العام لعملية التحضير، الوضعية الحالية الآن في مؤسسات التعليم العالي تشبه المهزلة، ولا تشبه أي نمط من أنماط المحافظة على الصحة العمومية ولا المحافظة كذلك على الهيبة لدى المؤسسة التعليمية الوطنية، حيث أننا نشاهد الكمامات لا يلتزم بها الطلاب، لا في الباصات
وكذلك التعقيم لا يتوفر ولكن بشكل. في هذه النقطة هناك جزء كبير يتعلق بالطلاب ومؤسسات الطلابية، يجب أن يكون هناك دور لها من أجل التوعية، من أجل مساعدة الطلاب في اتباع هذه الإجراءات، لأنه في النهاية الإجراءات عندما لا تكون هناك مساعدة من الطلاب في اتباعها لن يقوم أي أحد باتباعها. كما يقال علينا ما علينا وعلى الغير ما عليه، لتقوم أولا مؤسسات التعليم العالي بدورها ثم بعد ذلك لنطالب الطلاب بدورها. لماذا هذه العلاقة التراتبية؟ هي ليست علاقة هي أنت تحدثت عن شراكة، ليست علاقة تربوية، ليست علاقة اسمح لي ليست علاقة تحدثت عن شراكة، أنت تحدث عن 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 تغييب للشركاء، وهذا يمكن أن يفهم في 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 هذا الإطار، ولكن أيضا هذا جزء من الشراكة وجزء في متناول النقابات. اسمح لي أن أقول أن هناك ليست هناك تراتبية بقدر ما هنالك مسؤوليات وأدوار تكاملية. لا يمكن أن نقول للطالب اتنا بمعقم، اتنا بكمامة، التزم بكذا، التزم بكذا، التزم بكذا، دون أن يوجد رقيب على ذلك. غياب الرقابة على هكذا أمور هو الذي جعل الطالب يتخلى عنها. ليس هناك إلزام. حتى أنني سأقول لك مسألة أخرى، أن الذين وجدوا من أجل عملية فحص الطلاب لدى دخول المؤسسات أغلبيتهم في بعض المؤسسات تغيب، وبعد ذلك الذين وجدوا ولا زالوا يعملون أو الذين عملوا ثم بعد ذلك فقدوا، كلا الجماعات ليس فيها متخصص في المجال، ليس هناك طبيب متخصص في المجال يوجد من أجل أن يكشف عن الطلاب، يوجد شخص لديه مقياس حرارة يقف بعد ذلك يقول مر بعد أن يشاهد الفحص، لا يعرف ما الذي يفعله، فقط من اجل ان يكون هناك مظاهر، هذا من اجل ان يكون هناك مظاهر لديها دليل اخر. لا هو ان عمليات ولكن اسمح لي، هو عندما يكون هناك فحص للحراره هناك بعض المراحل تتطلب هذا، فقط تدخل الطبيب مرحله اخرى. ليس تدخل الطبيب، انت اذا كان لديك شخص مثلا متخصص يمكن ان يشاهد الاعراض، ان يتعامل مع النتائج المقياس تعاملا ايجابيا، على الاقل شخص دارس. ليس هناك اشخاص دارسون يتعاملوا مع المقياس الحراره الذي لديك، هو فقط من اجل المظاهر. قلت كنت ساكمل ان هناك مشكله اخرى تعضد ما قلته، وهو ان الكمامات التي قسمت منذ بدايه الدراسه قسمت في يوم، وهي كمامات مصنوعه تقليديا تقسم على الطلاب في اليوم الأول، ثم بعد ذلك اختفت المظاهر كليا. لا أعرف إن كان الهدف منها مسألة إعلامية أم لا، وأن كذلك الغياب التام لما يسمى بالتعقيم للمؤسسات الصحية والتعقيم للباصات والتعقيم للإدارات، هذه غيابها أيضا مسألة مستغربة. وضعية النقل هي الأخرى أيضا وضعية هي كانت كاربية. تعاني من أزمة قبل أزمة كورونا، ولكنها أيضا يمكن تكون وضعيته الآن أكثر سوءاً على المستويين، على المستوى الصحي حيث أن هناك وضع كارثي، لا يلزم الناس بارتداء الكمامات ولا تتوفر معقمات عند بوابات الباصات ولا كذلك عند بوابات الكليات، ثم بعد ذلك يأتي الاكتظاظ الذي كان موجوداً قبل الأزمة واستفحل بعد ذلك. نحن نعيش أزمات في أزمات، لذلك كان كما أسلمت المرحلة الاستثنائية كان يجب أن ترافقها كذلك عمليات خدمية استثنائية. نحن دخلنا مثل المنهك من الحرب، الذي يريد أن يستوفي فقط العام الدراسي من أجل أن يستوفي العام الدراسي، وهذه مشكلة، كارثة حقيقية. إذا ما قبلنا به الأجيال المستقبلية يخرج الناس بشهادات عارمة ويكون الوطن في خطر، بحيث أن لا مقياس لمدى إمكانية أن يصاب أحد، وليس هناك ظروف أيضا تمنع من أن تكون هناك تفشي الوباء. وهل هناك آلية للحد على الأقل كمعالجة أولية لهذه الاختلالات أو مساعدة في حال حالتها؟ لأنه في النهاية المتضرر الأول هو الطالب. بالطبع بالتأكيد، كما أسلفت المشكل الحقيقي أن هناك غياب تنسيقي. المؤسسات التعليمية تراكمية وتبنى بالتكامل، لا يمكن أن نلزم إدارات لا تتعامل مع الطلاب، لا تتعامل مع الأساتذة كشركاء في العملية التربوية بهكذا أمور أو نحاسبها عليها، لكن بما أنها هي التي غيبت تحاسب. إذا كان هناك شراكة حقيقية فيمكن أن يكون هناك توصيات من قبل النقابات الطلابية، نقابات الأساتذة في هذا المجال، توصيات مهمة
يمكن أن تشكل على الأقل ضامناً يخفف من إمكانية وجود تفشي لا قدر الله، ويخفف أيضا من الأزمة الحالية في مجال التعليم. نعم ضياب، هذه الشراكة، أنتم مثلا في الاتحاد الوطني طلبة موريتانيا، هل قدمتم سيناريو معين أو خطة عملية لتفادي هكذا مشاكل، خصوصا أنها متوقعة لأن أغلب المشاكل كانت موجودة قبل تفشي الوباء؟ نحن لدينا تصور عن هذه المسألة، لم نجز ورقة بما في الكلمة معنى تواكب هذه المرحلة، وإنما قمنا بتوصيات. هذه التوصيات مستعدون لتقديمها للإدارات في حال ما إذا طلبتها، ومستعدون كذلك للتنفيذ حتى الميداني لبعضها بما في ذلك عمليات تعقيم وغيره. وأصدرنا مع بداية أزمة كورونا بيانا واضحا في هذه المسألة، هذا البيان تضمن إمكانية عملنا صفا إلى صف وجنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي كخدمة عمومية يقدمها الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا كمؤسسة مجتمع مدني. هذه الخدمة التي كنا قد عرضناها على الدولة بشكل عام، نحن الآن وبلا جميل أيضا نقدمها بين يدي مؤسسات التعليم العالي إذا طلبتها. لكن هناك مشكل، وهو أنه لا توجد إرادة للشراكة، ولا توجد حتى مؤسسة تحكم نفسها بنفسها. نحن وسندخل على الى المجال الى المحور القادم لا استبقه، لكن كمثال فقط، في الجزائر وزارة التعليم العالي اصدرت بيانا الى 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 الجامعات، كل جامعة لها الحق في ان تاخذ الخطة التي ستعمل خلال هذه الفترة، التي ستعمل بها خلال هذه الفترة، من استئناف للدراسة، إجراء الامتحانات وغير ذلك. نحن يحدث لدينا العكس، نحن لدينا ما يسمى في مجال الإدارة في فن الإدارة بإدارة الفرد، إدارة الفردية. كل ما في التعليم العالي يتحرك بإشارة أصبع شخص واحد، وهذه مشكلة حقيقية، حيث أن الأدمغة الموجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي مفعول بها، ليست فاعلة، وهذا مشكل حقيقي ينضاف إلى مشاكل متراكمة في مجال التعليم العالي. إذا ما قسنا هذا المشكل الموجود أصلا بالظرفية الحالية والأزمات المتراكمة، نجد أننا في وضعية صراحة لا نحسد عليها وتستحق أن يعاد فيها النظر. هذه الوضعية تحدث عن استحالة أو تعثر هذه الشراكة وإمكانية وجود شراكة حقيقية في ظل هذا، ولكن ألا ترى أن وضع النقابات بشكل عام، خصوصا نقابة الاتحاد الوطني أو غيرها من النقابات، هي نقابات لردة الفعل فقط؟ لان انت تتحدث عن النقاط او المقترحات، ولكن تنتظر الاداره حتى تطلبها، لماذا لا تقدمون بدون ان يكون هناك طلب؟ نحن نقدم حتى ونرغم ايضا، والعمداء الذين يشاهدونني والمدراء الذين يشاهدونني يدركون ذلك حقيقه، لكن المشكل يكمن في هل يريد من نقدم لهم هذا ان يستمعوا له باذن صاغيه تطبق، أم يخشون حتى من استقبالنا بالمكاتب. هذا هو المشكل، نحن نقدم ونعمل، لكن المشكل هل يوجد تفاعل مع ذلك، وحتى إذا قدمنا هل يمكنهم أيضا أن يقوموا بذلك. هنا تجد المشكلة التي ذكرت، وهي مشكلة الإدارة الفرد، أنه لا يمكن أن يحدث أي حدث في الجامعة إلا بإذن مسبق وبإشارة وتخطيط مسبقين من قبل من هم خارج الجامعة وخارج إطار المؤسسة التي يتخذ لها القرار. نعم، ولكن هذا النوع من هذا الحديث إلى حد ما المتشائم يعطي صورة في الواقع كما هو صورة مظلمة جدا، لأنه عندما تكون هناك نقابات، عندما يكون هناك نقابات للطلاب، نقابات للأساتذة، وأيضا بتشكيلات متعددة ومتنوعة، لا يمكن أن تكون فقط هذه مظاهر، لا بد من وجود على الأقل أرضية مشتركة أو إمكانية لإنجاز بعض القيام ببعض الأدوار. أنا أحيل هذا الكلام الذي قلتموه وأضيف إليه أيضا مثله ونحيله إلى المسؤولين، نضعهم أمام مسؤولياتهم. نحن قدمنا، ولا يمكن أن يكون ما قدمنا ويقدمه غيرنا وباستطاعته أن يقدمه متروكا على الورق وموضوعا على الجانب امتناعا فقط دون مبرر. بالعودة إلى واقع الخدمات الجامعية في موريتانيا، والتي طبعا مركز الخدمات الجامعية، والتي طبعا هناك حديث قبل الجائحة بضعف في هذه الخدمات، وسواء عم سواء النقل على مسكن، ما هي وضعية السكن حاليا في الجامعة والآلية التي يمكن للطالب الحصول فيها على الحي الجامعي؟ السكن الجامعي على قولة البعض يغنين ويغنيك، لا يوجد سكن جامعي في موريتانيا بمعنى الكلمة. يوجد سكن قديم في الجامعة القديمة تابع لكلية العلوم القانونية الاقتصادية حالياً،
فيه عدة غرف كانت ستغلق منذ شهر بمفاوضات من قبلنا مع المسؤولين مشكورين، بددوا فيه شهرا من أجل أن يعمل في أن يستغله الطلاب هذه الفترة الاستثنائية. أما ما يتعلق بالسكن العام الذي كان من المفترض أن يفتح، نحن لدينا أزمة أصلية في هذا المجال، وهي أن السكن لا يفتح إلا بعد مرور 6 أشهر أو 7 أشهر من العام الدراسي، ولما مضى ذلك الأمد جاء كورونا فقضى على كان الحلم. من المفروض أن يكون في العام الدراسي 2020-2019. نعم كان من المفترض أن يكون، لكن منعه كورونا من أن يفتح، وليس هناك أيضا حتى حلم من قبل الطلاب أن يفتح الآن، رغم أننا طالبنا في البيان بأن يفتح ولازلنا نطالب، لكن صعيب جدا ذلك. نعم فصل قصير ثم نعود بعده مشاهدينا الكرام، فصل قصير ثم نعود بعده. أهلا بكم من جديد في برنامج المشهد، معي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا موسى والعمر حول ظروف استئناف الدراسة في موريتانيا. كنا قبل فاصل نتحدث عن الخدمات الجامعية والاختلالات التي تواجهها وتحديدا وضع السكن في الجامعة. كما أسلفت الوضع على ما كان عليه قبل الاستئناف، وهو أنه سكن جامعي مستغل الجانب القديم منه، والجانب الجديد لم يفتح هذا العام نظرا لتحدي جائحة كورونا أصلا. بعد ذلك لم نسمع فيه خطاب حتى الآن، رغم أننا طالبنا بأن يفتح، ليس لدينا علم إذا كان هناك نية لذلك أم لا، مع أننا نطالب. فيما يتعلق بمسألة النقل الجامعي كانت في أزمة كما أسلفنا، ويتفق الجميع على وجودها. هذه الأزمة تضاعفت بعد استئناف الدراسة نظرا لكثرة الطلاب الذين يحرصون على حضور الدروس، ونظرا لأن كذلك كانت هناك امتحانات. هذه العملية رغم أننا في الاتحاد الوطني نحرص على أن تكون هناك شبكة خدمات جامعية متكاملة، إلا أننا في كل مرة نطالب فيها بتحسين خدمات وخدمة النقل بشكل عام، نتفاجأ بأنه لا جديد في هذه المسألة. وفي هذا الإطار، ما هي العوائق والتحديات التي تقف أمام حل هذه المشكلة، وخصوصا أنها مشكلة متفاقمة ومشكلة أيضا مستمرة؟ لا يمكن الاستغناء عن النقل عندما نتحدث عن الجامعة، وجود الجامعة خارج الإشكال أنه لا يوجد تشخيص دقيق في هذه المسألة من قبل المؤسسات. المركز الوطني للخدمات الجامعية وهو الهيئة المسؤولة قانونيا عن عملية تسيير الخدمات الجامعية بما فيه النقل والمطعم وغيرها، يتبرأ غالبا من 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 خدمات النقل الطرقية داخل بين المؤسسات الجامعية التي في العاصمة. لا أعرف أنا كقانوني، ما أعرفه أن النص القانوني المسطر
يكلف المركز الوطني للخدمات الجامعية بأن يقدم خدمة النقل لجميع المؤسسات، رغم أنه مشكورا في الآونة الأخيرة، وهذه تحسب، نذكر ما علينا وما علينا، هذه تحسب له. ناقشنا معه مؤخرا قضية توفير النقل للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، ووفره مشكورا، ولا زلنا نحرص على أن يوفره لباقي المؤسسات التعليمية الوطنية داخل العاصمة بما فيها كلية القانون قبل الانتقال، والمعهد العالي للغات والترجمة والترجمة الفورية، والمعهد كذلك العالي المعهد المهني التابع لجامعة نواكشوط الذي بجانب كلية علم القانون الاقتصادية. كما استفدت هذه 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 عملية التبرئة، تبرئة النفس والذمة من هذا الحق، لا أعرف إلى أي مدى يقتنع بها المسؤولون، ونحن لسنا مقتنعين بها أصلا، ولا زلنا نطالب بها مع أنه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد فيها، سوى أن المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم، والأذان لا زالت صماء. بمعنى أن الأزمة فقط تتعلق بالمؤسسات داخل نواكشوط، من مؤسسات خارجه، سواء كلية الطب، كلية العلوم، القانون، المركب الجامعي بشكل عام. هي الأزمة مركبة كما أن لدينا مركب جامعي، الأزمة مركبة هي الأخرى. لدينا هنا أزمة انعدام أصلا، انعدام من حيث الوجود، وهناك لدينا نقص، معنى أن الأزمة في كلتا الحالتين لدينا أزمة، لكن تختلف الوضعية، يختلف نوع الأزمة، يختلف نوع الأزمة من مركز لمركز. ما هي المقترح الذي يمكن من خلاله برأيكم طبعا تجاوز هذه الأزمة، سواء على مستوى النقص أو على مستوى الانعدام؟ لأنه الحل واضح جدا، الحل في أن المركز لديه الميزانية الكافية، يقوم بتخطيط جيد، ويقوم بتوفير النقل اللائق واللازم للمؤسسات التي في خارج العاصمة المركب الجامعي، ويقوم بتوفير شبكة نقل طرقية، ونحن قاعد لكن عندنا مؤسسات تعليم قاعد تنزل في البركة، أقل قاع من اللي يعود قاع قال بالمدة تغطي. هناك أيضا مشكلة أخرى وأزمة تتعلق بالطلاب في الخارج، سواء من بقوا في الوطن وكان من المفترض أن يكونوا في مؤسساتهم الجامعية، سواء في الجزائر وفي تونس والمغرب وغيرها. كيف تشخصون هذه الوضعية الحالية للطلاب الموريتانيين في الخارج؟ طيب، الوضعية العامة بشكل عام للطلاب الموريتانيين في الخارج هي وضعية للأسف كنا نتوقع أن يكون هناك أفضل منها، وكنا نطمح أن يكون هناك أفضل منها، وهذا سبق أكدناه في عدة بيانات أصدرناها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، وحتى البيانات التي أصدرها الاتحادات، حتى أصدرتها الاتحادات الموجودة في كثير من الدول التي فيها الطلاب الموريتانيون. هذه الوضعية التي يعيشها الطلاب الموريتانيون تفاقمت مع استئناف بعض الدول للدراسة وإجرائها الامتحانات بشكل مستعجل. شاهدنا أزمة حدثت للطلاب في المغرب، وتم حل هذه الأزمة عن طريق عمل الاتحاد الوطني هنا في موريتانيا، وعمل الاتحاد طلبة المتدربين الموريتانيين في المغرب، وبتدخل من السفارة المغربية هنا وكذلك السفارة الموريتانية هناك، وعمل خجول متأخر من قبل وزارة الخارجية الوطنية، وصمت تام من قبل وزارة التعليم العالي. تم حل هذه المسألة نسبيا، وإن كان الطلاب عانوا من ذلك الحل بحيث أنهم تضاعفت عليهم رسوم السفر إلى المغرب، مع أن الحل وجد، لكن هناك مشكلة أخرى مطروحة الآن على الساحة، وهي مشكلة الطلاب في الجزائر. هناك أزيد من 300 طالب موريتاني في الجزائر موجودون هنا على أرض الوطن، والجزائر قررت استئناف الدراسة، وبعضهم فاتتهم امتحانات الاستدراك هذه الأيام التي أجريت هذه الأيام في الجزائر، والبعض الآخر على شفا أن يكون أن تفوته، وهي في 30 من هذا الشهر الجاري. هؤلاء الطلاب تواصلوا مع السفارة الموريتانية الغائبة أصلا منذ بداية كورونا عن مساعدة الطلاب هناك، وكذلك تواصلوا مع وزارة الخارجية هنا، بعثت رسالة إلى وزارة التعليم العالي، تابعوا الرسالة التي بعثت إلى وزارة التعليم العالي، تابعوا مع الوزير شخصيا، حالهم إلى مدير التعليم العالي، قال الأخير بأنهم سيقومون بعملية دراسية، ولا زالوا ينتظرون تلك العملية الدراسية، وفات بعضهم امتحانه والآخر على وشك أن يفوته. هذه العملية التراكمية، والتي أيضا لم تقف عند هذا الحد، لأن بعض الدول المجاورة قامت بإجلاء طلابها الذين كانوا في الخارج على حسابها، أوانا طالبنا بأن يستجلب الطلاب الموريتانيون في الخارج، وقامت بردهم حينما طالبنا نحن هنا بأن تعيد
الدولة الموريتانية الطلاب إلى 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 أماكن دراستهم. لكن المفارقة أن تلك الدول قامت بذلك دون أن يكون هناك مطالبات، ونحن طالبنا ولن يوجد ما طالبنا به. ولكن ما هي الإجابة التي يقدمها المسؤولون عندما تطرحون هذه المشكلة، خصوصا أنها قد تعرقل مستقبل الطلاب؟ هي الإشكال يكمن في أن المسألة لا يوجد لها حل أصلا، ونحن لدينا مشكل في عملية اتخاذ القرارات الجريئة هكذا، وعملية اتخاذ القرارات التي لا توجد أصلا مرسومة لدينا مسبقا. إذا كان ما أقوله واضحا في المسألة، على الأقل يجب تبسيط هذه الفكرة. أي نوع من القرارات مثلا؟ لا نحسن التعامل مع الأزمات، بمعنى أن أنا لا أقول أننا لا نحسن التعامل مع الأزمات، بقدر ما نقول أننا نحتاج وقتا للتأقلم في اتخاذ قرار كهذا، وهو قرار ولكن مثل هذا القرار كان متوقع، لأنه من الطبيعي عندما يكون هناك عمل إغلاق شامل وتقييد للحركة بين الدول، من الطبيعي جدا عندما تفتح من الطبيعي أن يكون هناك مسافرون، سواء مرضى سواء طلاب. كان متوقع وكان يجب أن يكون. لكن المشكلة أن الطيران بين هذه البلدان، مثلا بين الجزائر وموريتانيا، لا زال غير مفتوح بالأسلوب اللي ينبغي، تماما كما كان مسبقا في المغرب، بيننا وبين المغرب. هذه الظرفية تستدعي قرارا خاصا. وكما سبق وقلت في مجال استئناف الدراسة، أقولها أيضا الآن، الظرفيات الخاصة تستدعي خطوات خاصة، وهذا ما لم يوجد لدينا، وما قلت أنه يصعب علينا التأقلم معه. يصعب على وزارة التعليم العالي أن تتخذ قرارا كهذا، لا أعرف لماذا، مع أن إلحاح هو كبير جدا والمطالبون به كثر. الآن بعض الطلاب موجودون في الجزائر عالقون، نظرا لأنهم أكملوا كامل ما كانوا يقومون به هناك من دراسة، وقاموا بنقاش بحوثهم وانتهت بحوثهم، والآن جالسون في انتظار يريدون العودة، بينما هنا من الطلاب من لديه أيضا كذلك هناك نقاشات لبحوث تخرج تسترزم منه الحضور إلى مكتبات في الجزائر، وعملية بحثية طويلة هناك في ورث وجيز، وهو لا زال محبوسا هنا. هذا الإشكال كان يجب أن يحل بشكل بسيط جدا، عملية ودية بين وزارة الخارجية الوطنية ووزارة الخارجية الجزائرية، أو وزارة التعليم العالي هنا ووزارة التعليم هناك، يسمح للطلاب بأن يستغلوا أي طائرة تحط في الجزائر من أجل استيفاء ما يلزمهم استيفاؤه من عمليات امتحانية في هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بشكل عام. نعم، ولكن ما هو الدور الذي لعبه، الدور العملي قصدي، وليس فقط على مستوى إصدار البيانات ومتابعة بعض القضايا، الدور العملي الذي قمتم به كنقابة في هذه النقطة بالذات؟ نحن هنا حين توجد ظروف عمل ما لا نخون في هذا المجال، نظرا لأننا نقوم بما يلزم به على أكمل وجه. قمنا في عمل فيما سبق بحلحلة مشكل طلاب المغرب، وساهمنا في ذلك من خلال عدة لقاءات نظمناها. ما يتعلق بالجزائر، لا زلنا حريصين على أن يكون هناك حل، ولا زلنا نعمل على ذلك ما أمكننا العمل، لكن هذه المسألة في يدي وزارة التعليم العالي وفي يدي وزارة الخارجية الوطنية ووزارة السفارة كذلك في الجزائر. هذه مسألة دبلوماسية، نحن ليس لدينا فيها دخل سوى الضغط، وقمنا بما نستطيع القيام به، ولا زلنا كذلك في خطوات عملية من أجل حلحلة هذه المسألة، وبالتواصل كذلك مع الاتحاد في الجزائر، وسنكون بإذن الله تعالى حريصين على أن يتم إيجاد حل لهذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتعلق بالطلاب الوطنيين داخليا وخارجيا إن شاء الله على أكمل وجه. نعم، خصوصا فيما يتعلق بالطلاب، دائما الطلاب في الخارج، لأنهم هناك الكثير من الواقع الذي يعيشونه، سواء فيما يتعلق بالغربة وما يتعلق بمستوى الوضع العام بشكل عام وتجاوب السلطات. هل 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 يمكن تشخيص الواقع مثلا إذا استثنينا واقع الجزائر، مثلا الطلاب في الجزائر، ماذا عن الطلاب في السنغال، الطلاب في غيرها من الدول؟ الطلاب الموريتانيون كغيرهم من أبناء الوطن في الخارج عانوا ما عانته الجالية الموريتانية في الخارج، وكذلك تلقوا ما تلقونه من ما تلقاه باقي أفراد الجالية،
من 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 مشاكل فيها مشاكل في هذا الإطار وفي هذه الظرفية الحرجة. وضعيتهم كان ينبغي أن تكون أحسن بزيادة منحهم على الأقل، نظرا لأن تكلفة الإيجار زادت وتكلفة المعيشة زادت. كان ينبغي كذلك أن يكون هناك أن تكون هناك رعاية مباشرة كما أوصت بذلك وزارة الخارجية، لكن ميدانيا كانت توصية فيها الكثير من العمل الدبلوماسي والترضية المرضية من حيث وضع من حيث الظرفية التي صدر فيها البيان، لكن واقعيا كان الأمر معاكسا تماما، وعاش المواطنون هناك ما عاشوا المواطنون الطلاب ما عاشوا بقية المواطنون العاديون. شكرا جزيلا عضو الاتحاد المكتب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا موسى عمار، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.